أهلا وسهلا بالجميع، مع درس جديد. نحن اللي وقت نجي نتعلم اللغة الفرنسية عندنا صعوبة بكتابة الرسائل، أحيانا بقراءتها وفهمها وأحيانا كتير بكتابتها. فاخترت موضوع إنه رسالة نرسلها للكاف، باعتبار كلياتنا بنحتاج نبعث رسائل للكاف لسبب ما، خاصة احتجاج على أو طلب أمر ما. فأخذت الرسالة النموذج من على الموقع الكاف اللي هن بدهم تنبعت بهالطريقة هاي، وحطيتها وراح نشرحها بالتفصيل. راح خلي بنتي تقرأ الرسالة بشكل بسيط وبعدين بنحكي بالتفصيل. Nom, prénom, adresse, compte, complète, numéro de téléphone, CAF, précisez le département, adresse complète, fête à ville, le date, lettre recommandée avec accusé de réception, objet, réclamation, précisez l'objet de votre réclamation. Madame, monsieur. Allocataire numéro, indiquez votre numéro d'allocataire. Je viens par la présente vous faire part de ma réclamation concernant préciser l'objet de votre réclamation. En effet, au regard de ma situation, exposez précisément votre situation pour laquelle vous trouverez ci-joint les justificatifs nécessaires. La décision que vous avez prise, précisez la décision que vous contesté, semblait avoir été faussé. Dans les semble avoir été faussé. Dans ces conditions, je vous demande de bien vouloir réexaminer ma situation en tenant compte des faits exposés. Et reste dans l'attente de votre retour, nous remercions par avance. Vous remercions par avance de l'attention que vous saurez porter à ma demande. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. هاي الرسالة بشكل عام، مخطط الرسالة وقت نكتبها بالفرنسي هيك لازم بتكون. هون في شيء ينكتب، بهي الجهة في شيء ينكتب، بعدين شو نوع الرسالة اللي بدنا نبعتها، الأوبجي المضمون أو الموضوع تبع الرسالة، وبعدين النص. طيب خلينا نجي نفصل فيها، بدنا نبعت رسالة للكاف، شو بنكتب فيها وكيف. خلينا نتعلم شوية كلمات شوية جمل. الرسائل دائما يعني مو سهل صياغتها، ودائما بناخذ وقت لنتعلم الحقيقة، وبضل أحيانا سنة سنتين لحتى نقدر نعمل رسالة بشكل جيد. إذا مشي للديابو التالي. إذا فوق على اليسار مثل ما نكون شايفين بأعلى الرسالة بنكتب الاسم والكنية. الكنية عادة بتجي هون والاسم هون. دونك نو برينو. نو هو اسم العائلة، برينو هو الاسم الأول. أدريس كومبليت يعني العنوان الكامل. نكتب العنوان هون، بنحط بعدين نوميرو التليفون رقم التليفون، وبعدين الكوريال. تعرفوا الكوريال يعني الإيميل، كوريال فرنسي، إيميل هي كلمة إنجليزية. طيب بالجهة الثانية من الرسالة ممكن تكون مخفض شوي، ممكن تكون أعلى يعني، ما بيأثر كتير هذا الموضوع. هون حطينا الكاف، الكيس دي لوكاسيون فاميليال. هون بنحط رقم الديبارتمون. تعرفوا بفرنسا في شكل منطقة إلى رقم، وهي عند ديبارتمون ورقم الديبارتمون اللي مو مرتبط بعنوان الكاف. بنحط عنوان الكاف الكومبلي هون الكامل، ادريس كومبليت العنوان الكامل، وفي يعني هذا الشيء صنع فيه او تم عمل هذه الرساله في مدينه كذا، فيل يعني مدينه، فيلا. لو يعني اي يوم في التاريخ، دات التاريخ، بنحط تاريخ اليوم اللي مكتوبه في الرساله. بنيجي لبعدين، دائما الرسائل اللي بدنا انه تكون
توصل بشكل أكيد، يعني رغم أنه هون البريد كتير موثوق بفرنسا، بس أحيانا بتضيع بعض الرسائل، أو أحيانا ما عندنا دليل أنه أرسلناها. فحتى ناخذ دليل بنبعث رسالة مسجلة مع إثبات استلام، اللي بيقولوا لا ليتخو يعني رسالة، غوكوموندي يعني مسجلة، بما معنى مسجلة، معنى غوكوموندي هي يعني الحقيقة مطلوبة أو موثوقة أو شيء، بس موثقة أكثر شيء، افيك مع اكيوزي دو ريسبسيون، اللي هو معناتها إنه بيرجعوا لك أنت هي الكرتونة اللي بتعبيها مشان العنوان والمرسل والمرسل إليه، مع إثبات توقيع من المستلم، خصوصا وقت بتكون تبعته لأسيورانس، شركة تأمين تلغوا، أو لأي موضوع كتير مهم ابعته، صحيح بكلف 5 يورو حاليا وشوي، بس هي كتير كتير ضرورية. طيب بعدين شو بنكتب بالرسالة؟ بنكتب الأوبجي يعني الموضوع، فحوى الرسالة شو الموضوع بمختصر. إذا قلنا مثلا عندنا ريكلاماسيون، ريكلاماسيون يعني احتجاج أو شكوى، بريسيزي يعني حددوا لوبجي موضوع دو فوتخ ريكلاماسيون، شو موضوع الشكوى تبعكم او الاحتياج تبعكم. هون بتحط بالمختصر المفيد، مثلا اللوكاسيون دو لوجمون يعني مساعده تبع السكن، اللي هي كثير هذا موضوع مهم لنا، فبنحدد هون شو الموضوع هذا. طيب بنيجي ل بعدين، شو بنكتب بعدين؟ الصيغه العامه لكل الرسائل، مدام مسيو سيدتي سيدي، انت هلا بقى بدك تحكي عن حالك، بدك توصف المشكله، بتقول اللوكاتير نوميرو يعني انا المستفيد رقمي كذا، بتحط هون عندي كي فوتر نوميرو دو لوكاتير، يعني حدد رقمك، اللي طبعا كل واحد منا عنده رقم بالكاف اللي هو مثل التعريف بشخصيتك، رقم معين خاص فيك لك انت، عن طريقه هن بيحطوا الرقم على الدوسيه تبعك او الرقم الالوكاتير تبعك، بيعرفوا كل عنده كل الاضبار عندكم للدوسيه تبعك. جو فيان بار لا بريزونت، يعني انا جاي بهالرساله الحاضره هي، فو فيغ بار يعني لا اعلمكم او لا احيطكم علما، دو ما ريكلاماسيون بالريكلاماسيون احتجاج تبعي انا كونسيرنون بموضوع معين او متعلق بكذا، بريسيزي لوبجي دو فوتر ريكلاماسيون، يعني شو هو موضوع الاحتجاج تبعك. طبعا هون الموضوع انه جوفيان، يعني جوفيان يعني انا اتي، جوفيان انا اتي او انا بموضوع انا بالحاضر اتي، هو طبعا مجازي، جوفيان بار لو بريزونت يعني انا جاي بهالرساله الحاضره، فو فيغ بار انه اعلمكم بالموضوع الفلاني. طيب نجي اونيفي يعني حقيقة، يعني اني عم تحكي انت هلا بدك تحكي لب الموضوع، او روغار بالنظر دو ما سيتوياسيون الى وضعي، دونك او روغار دو ما سيتوياسيون بالنظر الى وضعي، سيتوياسيون هو الوضع. هون بقى عم يقولوا لك اكسبوزي بريسيزومون فوتر سيتوياسيون، هون بقى بتحكي بالتفصيل عن وضعك، انت شو وضعك؟ بور لاكيل من اجل، فو تروفري سي جوان يعني من أجل وضعي أنا اللي راح أشرح لكم إياه، vous trouverez ستجدون، vous trouverez 6 juin، 6 juin هي هي كلمة مركبة تعبر إنه موجود، les justificatifs يعني كل ما يثبت بشكل ضروري، les justificatifs nécessaires la décision القرار، أن القرار que vous avez pris القرار الذي اتخذتموه. هلا بقى بدكم شو هو القرار اتخذتموه؟ كوفو كونتستي يعني شو هو القرار اللي انت هلا عم تحتج عليه؟ سومبل يبدو، مشان موضوع اللطف طبعا باللغه الفرنسيه، سومبل يبدو انه خاطئ، سومبل افواغ ايتي فوسي يبدو انه خاطئ. طبعا هي الترجمه المختصره لهالكلامات. دونك دون سي كونديسيون في هذه الظروف، بهذه الاحوال، Je vous demande, أطلب منكم de bien vouloir يعني بلطف إنه تريدوا بشكل جيد ريإكزاميني، إنه تعيدوا فحص ما سيتواسيون وضعي، en tenant compte يعني بالأخذ بعين الاعتبار، en tenant compte des faits
الحقائق. سوس اكسبوزي، اكسبوزي يعني معروضه، سوس اكسبوزي يعني معروضه سابقا، يعني اللي عرضتها سابقا. اغست وابقى دون لاتونت، وابقى في انتظار فوتر دو فوتر روتور، وابقى في الانتظار للعوده منكم، يعني انه تردوا لي جواب. دو فوتر روتور. Vous remercions. طبعا أشكركم. Par avance. مسبقا. De l'attention. للاهتمام. Que vous serez. الذي سوف. Porter à ma demande. تحملونه إلى طلبي هذا. طبعا هي صيغة، يعني ترجمة حرفية ما إلى، وإنما هي الهدف منها أنه يعني أنه رح تهتموا بهالموضوع اللي هو ما دوموند، يعني طلبي. Je vous prie. أرجو منكم دغري أن تقبلوا مدام مسيو. دائما تنتهي الرسالة بهالعبارة هي، كل الرسائل ترسلوها لجهة أيا كانت خاصة أو عامة تنهوها جو فو بخي دغري مدام مسيو، إلا إذا في شخص معين بتقول له مدام فلان فلانة مسيو فلان، وإلا إذا بشكل عام ما عم توجهوها لشخص معين الرسالة بتقولوا جو فو بخي دغري مدام مسيو. الإكسبرسيون دو مي سنتيمون لي ميور، التعبير عن مشاعري لميور الأفضل. توقيع.